من أكثر من 120 عام من على هالتلة وبين شواهد القبور انحفر صورة وذكرى مدفع رمضان جيل ورا جيل. نتعرف أكثر على مدفع رمضان معك أستاذ رجائي صندوقة، وأنت كنت من المحافظين على هذا الإرث اللي أصبح يعني يدخل كل بيت في القدس. حدثنا كيف كانت البداية؟ بداية المدفع بصراحة هي كانت من زمن المماليك. كان في سلطان اسمه خاشقجي في القاهرة، أجاله مدفع من زنيق هدية وحبوا ليجربوا هذا المدفع، فطلعوا خارج أسوار المدينة ليجربوا، وبالصدفة كان وقتها رمضان، فالناس اتفاجأت بصوت المدفع أنه كل أهل المدينة سمعوه، وراح يسألوا السلطان شو هذا الصوت، فكروا أنه يعني مفاجأة منهم للشعب. ومن هون اجت فكره انه الصوت واحد ممكن يسمعه كل اهل المدينه، لانه زمان ما كان في مكبرات صوت وما كان فيها هي التكنولوجيا، فمن هون اجت هذا الفكره، وشوي شوي انتشرت في العالم الاسلامي. احنا بصراحه وصلتنا هون في العهد التركي لفلسطين، وصلتنا في العهد التركي ونحطت هون في المقبره الاسلاميه زي ما شو حكيتي، لانه بهذاك الوقت يعني هذا الحكي من قبل 120 سنه اكثر، ما كان في شارع صلاح الدين، ما كان فيها بنات، كل العالم كانت داخل أسوار البلد القديمة، ساكنين حياتهم كلها داخل أسوار البلد القديمة، وهذا المكان هو الأعلى والأقرب. هي بان شايف سور القدس. حتى كان زمان يعني جدي الحاج أمين هو أول من أطلق مدفع رمضان، فما كان حتى ساعة معه، ما كان حتى يعرف مشان يقدر يعرف موعد الإفطار، كان بالمقابل على قابله في عصور واحد، ومقابله على سطوح الصخرة في كمان واحد، لما موعد الأذان يشلو لحلو بشريطة، وهذاك يشوف يلو لحلو جده جدي ولع المدفع ويعلن ويعلن موعد الإفطار والصيام. وكان المدفع كان مدفع على الإفطار ومرتين على السحور، الأذان أول وأذان ثاني، كان كمان بالأعياد عيد الأضحى وعيد الفطر والإسراء والمعراج. تعرف يعني هلأ وانت عم تحكي عن عم بتذكر في ذكريات قريبة كمان في أكثر من مدينة، حتى في نابلس وفي العديد من المدن كان موجود مدفع رمضان، لكن يعني شوي شوي يعني اختفت هذه العادة فيما عدا القدس. إيش الدلالات الرمزية لهذا الموضوع خاصة أنه في القدس؟ احتلال هو ليش؟ الاحتلال البغيض هو سبب وقف الإطلاق مدفع رمضان، وكان حتى لا زال لليوم بحاولوا يوقفوه حتى في مدينة القدس. بشي 20-25 سنة منعوا تصنيع مادة البارود اللي كنا نستخدمها للمدفع، فبالتالي ما فيش بارود فيش مدفع، وقف المدفع من كله. أنا ما سكتت، أنا ضليت مصر لأنه أنا بدي أطلب مدفع، فحربت بكل الوسائل اللي أنا بقدر عليها، طبعا حربتهم إعلاميا وبابا، فبالنهاية قدرت أتوصل أنا وياهم لاتفاقية أنه أستخدم بدل مادة البارود اللي كنا نستخدمها أستخدم قنابل صوتية. أطلق مدفع رمضان ليأذن بالفطور وليأذن لنا بختام هذه الحلقة من بيت للكل، من قدس الأقداس، قدس الجميع في السراء، حتى أولئك الذين لم يعودوا يفرقوا بين المقدس والمدنس، وهي قدس أهلها في الضراء المحاصرين بين فكي كماشة الاحتلال وكل محاولات التهويد والأسرلة، لكنهم تناسوا أن حفيف الأشجار في القدس والأسوار وحتى شواهد القبور والجدران المتصدعة تنطق باللغة العربية الفصحى أنها فلسطينية عربية. من بيت للكل، من القدس، مدينة الخير والسلام والمحبة، لنتمنى أن يعم عليكم خيرها وبركتها وقداستها. نختم هذه الحلقة من بيت للكل في أمان الله.